ما سمح. الضيف المحبوب الذي ينتظر كل عام من جميع أطفال العالم وحتى من الفئات العمرية الأخرى ليجلب لهم الفرحة والسعادة وأيضا الهدايا. إنه سانتا كلوز أو بابا نويل، هذا الرجل العجوز السمين المبتسم دائما الذي تتمنى معظم بيوت العالم أن يطل عليهم ليلة عيد الميلاد ببدلته الحمراء وجرسه الرنان، وبالطبيعي يحمل معه كيس الهدايا لتوزيعها على جميع أفراد العائلة. الكثير يعتقدون أن بابا نويل مجرد قصة خرافية ارتبطت لدى المجتمع الغربي بأعياد الكريسماس ورأس السنة، ولكن الحقيقة أن قصة بابا نويل قصة واقعية تعود للقرن الرابع الميلادي للقديس نيكولا أسقف مورا بأسيا الصغرى. كان نيكولا محبوبا للغاية من أسر المدينة، كما كان يقوم أثناء الليل بتوزيع الهدايا على الفقراء وعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وبعد وفاته بدأت سيرته تعرف في عدد من دول العالم، وبدأوا يتبادلون الهدايا في عيد الميلاد على اسمه، وجاء اسم بابا نويل ككلمة فرنسية تعني أبو الميلاد. الصورة المعروفة في ذهن الجميع عن سانتا كلوز لم تكن هي هيئة القديس نيكولا الحقيقية، حيث ولدت هذه الصورة على يد الشاعر الأمريكي كلاس موريس في كتابه الليلة قبل عيد الميلاد الذي وصف فيه بابا نويل عام 1823. وفي عام 1881 قام الرسام الأمريكي توماس نيست بإنتاج أول رسم لبابا نويل، وهي الصورة المعروفة له الآن، وكانت ضمن حملة ترويجية لإحدى شركات المياه الغازية. ومن بعدها عرف العالم من هو بابا نويل الذي تنتظره العائلات نهاية كل عام داخل منازلها ليحل عليهم ضيفا عزيزا على الكبار قبل الصغار. محمد سماحة، كلام تاني.